صلاة بركاته حكي عشاب معكم زايد في لعبة دارك سولز ريماستر. طبعا شوف في الحلقة السابقة حق دارك سولز شفتوا كيف الوضع كان، يعني سهل حرفيا كذا، شارع فاضي مو بقاعد اعاني فيه نهائيا. فعشان كذا الشباب كتبت لكم تصويت اذا تبون نخلي المود هذا كله بوسز، يعني الاعداء العاديين بوم يصيرون بوسز. وبالعكس هذا الشيء اللي نبغاه، حتى في المود مكتوب ان لو سويت هذا الشيء يعني راح تكون صعب انك تخلص اللعبة، فقاعد يحذرني من الحين. ولكن يا شباب الدارك سولر يتخطى كل المصاعب، صح ولا لا؟ عشان كذا شباب من الحين السلسلة راح تكون جلد في جلد في جلد، مو بهم انا راح انجلد جلد مو طبيعي. ف الله يعني شباب عموما شباب خلونا نبدا. اوكي شباب، اللي سويناه في اخر حلقه ان جبنا اللورد سول حق بيد اوف كايوس. فالحين يا شباب راح اروح لاسوء اماكن مع المود، تخيلوا كلهم بوسز الحين. اللي لعب دارك سولز يعرف اي مكان اقصد. اوه ماي جاد يا اخي انا ايش سويت يا شباب، والله احس اني جبت العيد بشكل لا يوصف. بس خلونا نشوف يا شباب، يمكن اكون غلطان. اوكي يا حبيبي الو شو وطف يا شباب، تذكرون ايش كان هذاك البوس؟ اوكي طاح يا حبيبي، والله شافي مدير الشاذة. او ماي جاد والله شاف شكلي بتوهق حقيقة. يا اخي انت روح يا اخي وطيل، هذا شاب لورد سول يعطيك. بس حلو ان هنا في بونفير يا شباب، فخلونا نطور على السريع ونذهب الى الموت يا شاب. يلا ادعوا لي. اوكي الله يسر. اوكي جارجويل مدري ايش ديمون مانوس. اوكي شاب اللي اتوقع هم ما يمشون لانه لازم تقرب منهم، نفس السكلتون عرفتوا؟ لانه يا حبيبي اوكي على طول بدا هذا. انا والله صحت راح اشرد شاب، ما تعرفون ما اقدر اقاتل كل واحد، صح ولا لا؟ او ماي جاد اورنستين، بعد مو اورنستين قصدي هذا، او والله مدري نسي. او ماي جاد يا اخي وين مكانه؟ اي نسيته، فين البتاع يا شباب؟ اوكي اتوقع اني بطيح يا شباب، ولا هل فعلا بطيح؟ ايوه هنا هنا هنا، حلو حلو حلو. اوكي اوكي لقيته. هلا شباب ما ادري قاعدين يتضاربون مع بعض ولا يطيحون، ما ادري صراحه. ولكن يا شباب خلونا ندخل هذا المكان اللي يعتبر اسوء اماكن في دارك سولز ونشوف الوضع. الكاتاكومبس. حبيبي قاعد اسمع صوت بوس. السؤال هي وات هذا البوس اللي يجي في المكان اصلا؟ اوكي حلو، هذا شاب بوس كذا نتسلى عليه عرفتوا؟ اوكي ما ادري اطيح يا شباب، المشكله لعبت دارك سولز مره واحده اوكي، فما اعرف كل شيء صراحه. ولكن الزبده خلونا نكمل يا حبيبي، كله جرجويل يا عمي شو السالفه؟ اهم شيء شباب هذاك الشخص ما يجيني اوكي، الكل يعرفه. لا حول ولا قوه الا بالله، خلوني امشي في حالي رجاء. ايوه بون فاير حلو. ايه هذا يخرب الورع هذا يا اخي، جت ذا هيل اوت ماي واي، ابتعد. اوكي طبعا شباب كل بعض يتساءل ليش هذول يتكررون كثير. انا اللي سويته اني خليت البوسز يجون في الاماكن الصح حقهم، او لا في الاماكن اللي يعني ها حجمهم مناسب لها، عرفتوا كيف؟ فعشان كذا يا شباب. او ماي جاد بيحشرني هذا، لا تقول لي يا الله لازم اقاتله يعني. صور ولا اوكي والله يدمج حلو، هذا اهم شيء يا حبيبي. اورنستين مسوي الحشر هذولا يا اخي، وخر يا اخي قاعد. او ماي جاد ام ديد، خلاص ام ديد ام ديد ام ديد. اوه ماي جاد، خلوني شباب ارجع للسيف سبوت حقي. شوف الحيوان اعطاني في ظهري الكلب. اوكي اوريك وطف، ليه رجعني هنا يا اخي؟ انا رحت عند البون فاير، شو السالفه؟ لا حول ما في مشكله شاب، هذا هو الهدف اوكي، ان نعاني ان ننجلد يا شباب، المتابعين يحبون يشوفون حد ينجلد صح ولا لا؟ او ماي جاد ايش القبه اللي قبل شوي، والله ما ادري من وين جت يا عمي. يا اخي والله شاب احس ان هذا اسوء قرار سويته صراحه، اذا في البدايه كذا كيف بعدين؟ الله يعين. وات هذه طيحه كانت، توقعت هذا المكان الصح. اوكي جي جي، انا المفروض اصلا قبل ما العب هذا المود احلل دارك سولز بعدها العب، بس لا هياط، نشوف وين راح نوصل من هذا الهياط. يا الله من الحشر، اكره الحشر يا اخي والله اكرهه. او ماي جاد خلاص انتهت السلسله شباب بنجاح. اوكي واو نايس دمج، شكرا اورنستين. الدب هذاك يضربه وما يسوي شيء، انا يسوي لي شيء اوف كورس. اوكي ارتاح ارتاح في البونفير اول شيء، يا اخي خلوني اقسم بالله مت. يلا يلا حلو الحمد لله، خلاص صح ارتحت البونفير او يرسبون. يا اخي وخروا وخروا عن الطريق. ايوه حلو، ما ادري ايش صار فيهم هذول الشباب محشورين. خيب هذا شو مسوي هنا؟ اوه طاع برا الماب. اوه ماي جاد خلاص شاب 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 شباب يا شباب، الكلام هذا ما ينفع يا شباب. وكم الحين اقول لكم
او ماي جاد، أورنستين في كل مكان يا اخي. والطيل اهم شيء، تعرف ايش اهم شيء؟ شاب تعرفون صح عن مين اتكلم؟ المخيش هذاك مو موجود، هذا اهم شيء. بس والله انا متاكد انه بيجيني. اوكي مستحيل ما بيجيني يا شاب، يعني جوني كل هذول وعطريوس ما بيجيني يا حبيبي، اقسم بالله شيء مو طبيعي عشان اتحرك. او ماي جاد والله كي يعني مدري، حسنا فكرة حلوة ولا قالوا رجعت لنفس المكان يا اخ. والله شاب ما اعرف لهذا الماب، والماب قصدي لا لا هالمكان يعني، ولكن keep rolling. I'm dead. اوكي I'm dead. اوه صبر، نسيت اخذ الايتمات، اكيد في ايتمات مفتاحية يا اخي. كيف اخذ الايتمات والوضع نفس كذا؟ مستحيل يا شباب. اوكي شاب خلونا نمشي. ايوه هذا اللي ابغاه، امشي بهدوء بسلام. اوكي ما في اي ازعاج، لكن بعض الناس ما شاء الله وات رجع للبو. او ماي جاد خلاص انا انتهيت يا شباب، انا انتهيت، رجعت للبون فاير، شيء مو طبيعي يا اخي. وين اروح انزين؟ ما ادري وين اروح يا شباب. وهنا في ايتم، وبعد شيء راح اموت يا شباب. اوكي اعطاني ايتم زباله، شكرا يا دارك سولز، وانا الحين انحشرت. جي جي الله يا اخي، والله الحشر هو اسوء شيء حرفيا. عادي يجيب لي مليون عطريوس. اوكي او اوكي لا مو مليون عطريوس، بس فهمتوا المقصد صح؟ لك ما علي، انا تحملت. اوكي مت في العاب السولز مليون مره، فاستطيع التحمل. اوكي جي جي يا اخي انزين، لا تحشرني يا اخي، خلني. ايوه شكرا شكرا فيري ماتش. وات ذا هيل، هذا نط من هناك ليه؟ او ماي يا اخي ليش ما طاح برا الماب؟ يا الهي يا الهي، والله ما اشبه الشدو يا شاب، كيف راح اختم دارك سولز كذا؟ شيء مو منطقي يا شاب حرفيا. لكن كمل يا سايد جيمزر، لا تخلي الاشياء هذه تنسيك ماضيك الاسطوري في دارك سولز. يا اخي انا والله اني غبي، كل شوية اعيد نفس اللوب، كل مرة ارجع نفس المكان. المشكلة ما اقدر اركز يا شباب، لازم اتحرك طول الوقت، حرفيا الموت في كل مكان. وقفت لثانية خلاص ديد على طول. ها هنا اروح. اوكي اخيرا. طب وبعدين ايه؟ اوكي ام ديد خلاص، انا مت يا اخي قد ديمت. اوكي ام ديد شوب، ام ديد العراب ميمو ايش اسمه، ما ادري ايش قاعد اقول انا، ولكن اسحب هذا الليفر عشان ايوه تشوفوا هذاك الجسر شاب سوى شيء. خلونا ناخذ هذا الشيء يا رب شيء حلو. او ماي جاد يا عمي انقلع انت والارمر يا اخي، خلوني اروح للجسر يا شباب. سوالي دمجني يا اخي، في شيء في الجسر، هذا المخيش اللي يا الله من سيفه هذا يا اخي، هذا سيفه يمتد لمليون متر يا عمي. اوكي اتس فاين يا شباب، ايش ثلاث موتات فقط واحنا في البدايه، بدايه المنطقه هذه. او ماي جاد يدمج نص الدم، حرام عليك يا اخي، شل لي نص الدم. اوكي رابع موته جي جي يا اخي، هذول زي ايش يضربون وانا بعدني ما وصلت يا اخي، شل استعباط يا عمي، يحاولون يضربوني من ورا الجدار هذول. ها اوكي 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 يا اخي شباب، انا ليش ما اطيح هنا اوكي ليش ما اطيح هنا؟ بوم يلا طيحتك، شكرا شكرا أورنستين، استمر على هذه الخدمات الحلوه. لا 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 الا انت ارجوك، والله هذا شاب يدمج بشكل. اوكي 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 خلوني اتحرك يا اخي، يا اخي بليز خلوني اتحرك على الاقل، اضربوني ما في مشكله بس خلو. اشرد اشرد يا مدير، شي لايتر على جيتر. حلو 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 شاب، يلا قاعدين نتقدم في المكان، وانا صراحه ما ادري وين اروح، ما ادري، نسيت كل شيء، نسيت دارك سولز، نسيت هذا المكان، نسيت نفسي، خلاص كل شيء نسيته يا شباب. اخ او ماي جاد، وخر يا ابن الحلال. بطيح شاب بطيح، اذا ما قتلته بيطيحني، واذا ما يطيحني ايوه شكرا. اقسم بالله انت يا اخي، اشكر ميازاكي ان اعطاك هذه الحركه انك ترجع ورا. اوكي السؤال هذا الليفر ايش سوى يا عمي؟ ما ادري، فتح مكان يعني ولا ايش بالضبط؟ اي هاف نو ايديا شباب، في 50 واحد وراي. او ماي جاد يا حبيبي يا حبيبي، هذا البوس الاخير شو اسوي؟ او ماي جاد او ماي جاد، اوكي اوكي خلاص ام ديد يا اخي، انت بعدين ضربك مو الحين، ايش انا مات؟ ليش مستعجل؟ ليه مستعجل على رزقك يا مدير؟ يا اخي والله شاب والله ما ينفع كذا، ابى اعرف وين اروح على الاقل. اوكي اوكي اطيح ولا لا؟ اطيح ولا لا؟ اطيح. اوه حلو 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 حلو، اوكي اتوقع المكان الصح ولا؟ اوكي انا يا شباب في مأمن الحين صح ولا لا؟ في مأمن قوي بعد، مو كذا عادي، لا قوي. بس الحين وين اروح يا عمي؟ الطيل انزل هنا يعني ولا كيف؟ اوكي وات انزل هنا ايوه. طيب اتوقع هنا في طيحه صح ولا؟ ايوه حلو
على الاقل متذكر هذا الشيء. طب بعدين شو السالفه؟ اطيح هنا معقوله؟ اوكي 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 لا 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 بليز، ترى يعني استغرقت وقت طويل عشان اوصل، لا ما ينفع كذا. اوكي خلونا شوف نكمل. اتوقع هالمكان اللي يلقى فيه الحداد، ولا اني غلطان؟ والله شباب ما ادري، بس خلونا نكمل هنا اشوف واحد يعني. هذا اوكي حلو حلو، شكرا شكرا انك جيت هنا، خليني كذا اعطيك ضربه واحده على السريع. شكل لازم اطيح يا شباب اذا كذا. يلا يا حبيبي ايش قاعد انتظر انا؟ في طيح في طيح. او ماي جاد. اوكي اوكي لا 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 يا اخي شو اللي قتلني يا اخي؟ شو هذا يا اخي؟ الحين برجع لاخر الدنيا. يلا شباب استمتعوا استمتعوا بالعذاب. يلا اتمنى انك تستمتع يا المتابع انت، هاي اللي تقول استمتع لما زايد عذب. اتمنى اتمنى انك تستمتع مره بعد، اوكي مو شويه لا مره مره. انا اضحي بنفسي عشانك، ايش رايك فيني؟ بس اضحي بكل شيء عشانك انت. يا الله يا خلاص خلوني امشي يا اخي. خلوني امشي يا اخي بليز يا اخي وخر. الله يا اخي انا ايش سويت؟ انا ايش سويت في نفسي؟ ايش سويت؟ خربت اللعبه انا خلاص. جي جي خربت. الله مش قادر اتحرك يا مدير. ويلا الحين بيطيحني برا الماب. اوكي الحمد لله يا اخي على الاقل بوصل للبونفاير الثاني يا شباب. والله عذاب عشان توصل هنا، ضربات من كل جهه حرفيا كل جهه. اوكي اوكي اتوقع المكان اللي وصل. يا اخي شو السالفه؟ بعد ما اموت بعد ما اموت بعد ما اموت شباب انا ودي اعرف مين هذا الكلب اللي كل شوي لما اوصل المكان قاعد يضربني ضربه قويه. هل يبغى اعرفه؟ بس هل يبغى اعرفه يا اخي؟ وخر ارحم لي امك، وخر وخر يا اخي وخر. شيء نرفز بشكل لا يوصف يا عمي. شوف 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 حتى ما يوخر عند هالفتحه، عند هذه الفتحه اللي ما يبع. او ماي جاد يا خلاص كم مره مات يا اخي شاب فوق ال 20 مره مت. خلاص يا اخي كفي خلاص، خلني اوصل عند البوس. قال يلا والله اني استاهل يا شباب، والله اني استاهل استاهل. نقلب كل الاعداء بوسز يا شباب، يلا فله كل الاعداء بوسز، كلهم بيدمجون كذا واحد اثنين ثلاثه، ما حد راح يدمج نص، ما حد راح يحشرك، ما حد راح يسوي ابدا. ما فكرت في الاشياء يا اخ. وخر وخر يا اخي وخر يا خلاص خلاص ما ابغى العب ما ابغى العب ما ابغى العب خلاص خلاص ما ابغى العب ما ابغى العب شو ما ابغى العب ما ابغى العب شو خلاص خلاص اندم خلاص. كلهم يحشروني كلهم يحشروني خلاص خلاص يا اخي يا اخي. لا تحشر لا تحشر، دمج وون شوت عطني وون شوت بس لا تحشر. هل يبغى منك بس؟ يا الله اقسم بالله كرهت اللعبه يا عمي، كرهت اللعبه جدا 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 جدا. اسوأ لعبه في العالم صراحه. ايش قاعد العب انا؟ ايش الخياس هذا؟ دارك سولز ايش اللعبه الخاخرة هذه؟ خلاص والله شاب خلاص ام دن يا اخي، حرفيا حرفيا ام دن. ما اقدر حتى اجرب، على الاقل ابغى اجرب بعض الاشياء ما اقدر، اندف وانضرب وكل شيء. اوكي شاب اللي ابغى اجربه هو اوكي ما يصير تتزحلق في كلتا الحالتين. اوكي حلو والله شاب الحين حسني لو ختمت اللعبه مع هذا المود. اوكي لما قلبته يعني فعلا بحس بانجاز مو طبيعي، انجاز وات. اقدر اختصر الطريق ليه؟ ما حد قال لي يا شباب، والله عيب عليكم والله عيب يا شباب. سلامات يعني في طريق من اول وما حد تكلم ولا حد قال اي حرف واحد كذا. تحبوني تحبوني اتعذب؟ اوكي اتعذب ما في مشكله، بس على الاقل خففوا العذاب شوي. اوكي شباب غالبا هذا المكان اللي اموت فيه، فانا ما اعرف ايش الغلطه اللي اسويها، في شيء كذا فجاه يضربني ما ادري ايش هو المشكله صراحه. اوكي يلا شباب نشوفكم على خير. كان معاكم زايد من قناه زيودي جيمزر. اوكي هناك في بوس، يا رب اوصل له يا رب يا رب يا كريم. لا 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 اورنستين اورنستين، والله ترى هذه الحركه مش حلوه نهائيا. و اوه ماي جاد حلو حلو. ايوه احشرهم احشرهم يا القرقول، اسطوره يا القرقول. ايوه احشرهم خليك كذا من الاول. اوكي يلا بوس. اوكي السؤال هنا مين هذا البوس؟ هذا ال وات ما في. اوكي الا في 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 مين هذا البوس يا شباب؟ تكفى قول لي يعني شيء ايزي، تكفى يرحم لي امك خلاص. والله يكفي عذاب والله يكفي عذاب. اوكي عند
ليتس جو نفس البوس حياك ويلكم ويلكم او ماي جاد يا والله شباب سلامات معنا هذا البوس يعني احد يقول زاد شو الاستهبال اوكي صح ضربت ضربتين بس لا شفت كيف لازم كنت لازم اجري عليه يعني عرفت هذا الشيء ما حد يقدر يسويه او ماي جاد اشكرك اشكرك يا المود انك سويت كذا والله آمين شكرا يا البرازيلي شكرا اوكي شاب لحد يعتقد ان العذاب انتهى الحين بتعرفون ليش انا قلت عن هذا المكان اسوأ مكان لان كله ظلام ما اشوف ولا شيء كل علي شو اني اتبع هذا الضوء والمشكله بعدين الضوء هذا يختفي بعدها خلاص تتوهق وتطيح مليون مره برا الماب بتفقون ستيم لا 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 في بونفاير على الاقل خلني افعل بونفاير يا اخي والله او ماي جاد كرش علي يا الله يا اخي التكريش السؤال هنا وين بيرجع اوكي 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 خلوه يتحرك خلوه يتحرك خلوه يتحرك خلوه يتحرك خلوه يتحرك خلوه يتحرك ايوه لا 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 اشرب ما عندي اشرب فلاسك لا بليز نو كيل مي بليز بليز نو كيل مي خلني افعل بون فاير ارجوك او ماي جاد يا اخ وين وين البون فاير يا شباب اوكي اتوقع هنا كمل ايوه ايوه كمل ولا يعني هذا هنا 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 صح ولا ايوه هذا هو البون فاير هذا هو البون فاير شباب ارتاح ارتاح او ماي جاد امين احس اني شاب ارتحت في اللعبه وارتحت من داخل يا سلام خلوني شاب نرتاح نرتاح شويه اوكي بعد مليون موته استحق اني ارتاح صح ولا لا بس لا تذكرت شيء يا شباب البوس الجاي او ماي جاد راح تشوفون شباب اوكي لما نوصل راح تشوفون ايش اقصده يا رب ما يطلع شيء في بالي لو صار شيء كذا خلاص ما اقدر انهي مستحيل لو تجيب لي اقوى سيف في التاريخ والله شباب ما ادري ولكن يا الله حتى في ايتمات ما اخذتها لازم اخذها هذا المكان والله مره خايس يا عمي لا 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 شو تسوي هنا ايوه حلو طاح الغبي اني الحين اسوي كندل عشان يكون عندنا ايش 10 اسس فلاسك وخلاص نكون مستعدين وقتها ولا صار ايش ما لفل انا عندي فلوس مره كثيره اوكي والله شباب ما ادري اتوقع اني مفروض الفل الهيلث ما ادري صراحه لحد الان صراحه ما اعرف ايش اللي وصلت لحد انه خلاص نوعا ما الوضع تمام اوكي جي جي والله شوب حلو اني احافظ على المكان شويه اوكي يعني هذا دليل اني طحت فيه لمليون مره لما لعبت لوحدي ايوه اعطاني مفتاح النيو لاندو اوه صبر هذا المفتاح اللي بيخليني اجيب اللورد سول الرابع يس خلاص جي جي الحين ما اتوقع اني احتاج اني استكشف كثير لان هذا شاب مره مهم هذا المفتاح الله ديم الحمد لله سويت هذه الخطوه يا شباب لكن ضاع علي المفتاح لابد خلاص ولا صبر يقول لك بتوين نيو لاندو اند دريك فالي او ماي جاد اوكي جي جي مو هو المفتاح اني كنت فرحان قبل شوية خليه كذا يا اخي ممنوع افرح يعني ممنوع والله شباب انا ما ادري ويني صراحه بس اتوقع اني راح اطيح بعد 5 ثواني اتوقع اوكي فجاه البوس قام اكيد اول ما اخذت الشيء الزباله على طول اكيد زباله يحمون زباله شيء طبيعي يا شباب عشان كذا يعني قاموا خلاص اشتغلت عندهم هذا ايوه الحركة هذه حلوة لأنها تنور المكان شوية يا ليل يا أخ وين المكان اللي لازم أروح له أقسم بالله أن هذا مكان مرة سيء مرة بشكل لا يوصف أوكي شباب أتوقع أن بموت أكيد شيء متوقع أيوة شباب قاعد أشوف نور أني أرى إلى النور يا شباب أو لا هنا فيه يعني ها ضباب وطف مين اللي قدام بعد أوه ماي جاد والله ما أدري مين هو لكن أورنستين الكلب حبيبي خلوني أمشي أيوة بليز يا اخي يطيح هذه وليش اوه ماي جاد يا اخي شو هالمكان شو هذا المكان يا اخي وطيح ايش اللي قاعد تصير طيحوا اصلي يا عمي ولكن ايوه استمر استمر في التقدم اسحب على كل اعطاني تلسمان اوكي لا يا الله يا اخي اقسم بالله مكان خايس ادري شاب اني مليون مره قلتها بس يعني هذه يوريكم قد ايش المكان خايس وطف هذا الاسد الاسد موجود او ماي جاد ايوه كمل 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 نور 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 الطريق اوكي حلو طاح يا شاب بس ما ادري مين هاللي قاعد ينور الطريق بس انه كفو عليه صراحه يا اخي انا بطلع من هذا المكان ما ادري وين الطريق اصلا يا الله طحت مره ثانيه وات بون فاير جديد هذا اقسم بالله اشكر اللي حط المسج او ماي جاد انقذتني حرفيا انقذتني من هذا العذاب شكرا اصبر لازم اسوي ريتنج اوت ما اقدر اسوي ريتنج الله شاب ما ادري ولكن المهم شكرا جزيلا شكرا عادي ما اهتم اذا طحت في بون فاير هنا او ماي جاد
خلوني امشي بليز، خلوني على الاقل اوصل عند البوس. ابى اشوف البوس، ابى ارحب عليه، ابى اسلم عليه، ابغى اقول له هاي، ابغى اقول له هلو، ابغى اقول له بونجور، ابغى اقول له كل اخيرا شاب بقيت سلم. ادري وين بودي اسلم صراحه، ولكن ليش لا؟ ايوه اخيرا، او ماي جاد، عمي ساعتين عشان ادور هالمكان واليوم مره قاعد اموت، بس اخيرا وصلنا. السلام، شوفوا المنظر يا شاب، شوفوا المنظر، منظر اللي ينسيك كل هالالم اللي يعني جاك. انت اخي قلع عمي، مش فاضي لك، قلع ورع واحد. اوكي شباب، خلونا نشوف مين البوس اللي موجود. لما قلت شباب يمكن الوضع يكون ماش. يا اخي ايش هذا البوس؟ جيب اللورد سول وفكني يا عمي. صبر، لا تقول لي هذا الحين بيقعد يحشرني طول الوقت. هاي مدير، اوكي الحمد لله، ضعيف حتى. طاح اصلا، سيء. حلو حلو حلو، يلا يا او ماي جاد، كم جارجويل وطيل. ايوه شكرا والله انهم قالوا يلا خلاص، انت يعني تعذبت كفايه فتستحق انك تعبر بسلام. اوكي انا الحين كيف اوصل عند البوس وهذول موجودين؟ وات ذا هيل مان، خلاص بليز نو كيل مي بليز. او ماي جاد، والله كنت على وشك اني اموت، ولكن يلا وصلنا عند البوس. اوكي قبل ما اتزحلق يا شاب، الله يعين يا اخي شاب. الحين تشوفوا ليش كنت اقول انه مره ما اقدر له، لانه يا شباب البوس هذا عنده يعني ها حلفاء. اوكي 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 يا صبر، وين الحلفاء؟ اوكي هم نفسهم يعني عادي. يا حبيبي تورس ديمن، ها ديم ليتس جو، ولا شوف الدمج. يا سلام، لا تقول لي لا جريف لورد نيتو ولا شيء. يا سلام يا شاب، راح نجيب اللورد سول اخيرا. اقسم بالله عذاب والله شاب، عذاب خلاص، بفتك من هذا العذاب والله. خلاص يا شباب يكفي العذاب والله 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 والله. جيف مي يور لورد سول يو بيس اوف شيت، عطني يلا عطني اياه يلا قاعد. يس او ماي جاد. اوكي يعني صح ان البوس كان سهل، ولكن لا تسحب على اللي قبل، اقسم بالله فوق يمكن 30 موته، فوق ال 30 موته، تتخيل هذا الشيء ولا لا؟ قارن الحلقه السابقه بهذه الحلقه وشوف كيف الوضع، فعلا بتحزن علي. افتكيت افتكيت من هالمكان الزباله، خلاص ما ابغى اروح للابد، ما ابغى العب هذه اللعبه للابد. ولكن شوف خلونا ما نفرح من بدري، اوكي باقينا مكانين، او لا باقينا اخر لورد سول وخلاص على البوس الاخير. بس او ماي جاد، المكان اللي ابغى اروح له كيف كيف الوضع بيكون مع يعني ها كلهم بوسز؟ الله شباب ما ادري، ولكن انتظروا الحلقه الجايه اي جس. عموما شباب هنا وصلنا الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا بالعذاب وسي يو.